الحومة القديمة حومة الرجال والنساء الخيار. الحومة القديمة حومة الناس الشعبيين البرار. هذه حومة اشتهرت بعلمائها، هذه حومة تكلموا عليها الفقهاء ديالها، وهذه حومة دع صيتها بالفنانين اللي برزوا فيها. الحومة القديمة ذكريات وعبر ومعاني مع أنس المنحوم. ونعمتم صباحا أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بحضرتكم. العدد جديد من برنامج الحومة القديمة، يعني جانب من خلال هذه الحلقة هذه غادي نتوقفوا عند يعني جانب من ذاكرة القاعات السينمائية بالمدينة الحمراء، وللحديث عن هذه النوستالجيا أو جانب منها سعيد باستضافة الأستاذ الشيخ سيدي محكم بن اسماعيل، وهو الحاصل على دبلوم أوبيراتور سنة 1967 من المركز السينمائي المغربي، وهو كذلك الفنان المسرحي، وهو الفنان اللي واكب العديد من القاعات السينمائية بالمدينة الحمراء. كنذكر على سبيل المثال ماشي الحصر، سينما موريتانيا، سينما السعادة الحمراء، سينما مرحبا وما شابه. الفنان سيدي محكم بن اسماعيل خلال مشواره الفني ولج العديد من المهام بالقاعات السينمائية المراكشية، بدءا بالبيع ديالو للزجاجات المناضة، ثم كذلك مهمة استخلاص الواجبات التذكرة السينمائية، مرورا بالبرمجة الفنية، مرورا كذلك بطبيعة الحال تنتحدث على البرمجة ديال الأفلام السينمائية، وكذلك مرورا بمهمة أوبيراتور على أساس عنده ديبلوم في هذا الجانب كمسؤول تقني، وانتهاء بمهمة مدير مسؤول، شيء اللي خوله الإلمام بذاكرة وتاريخ العديد من القاعات السينمائية. وفي هذا السياق ما تفوتنيش الفرصة من شكر الأستاذ الجليل ابن حومة القصبة الأخ صديق سيدي جمال ساجم، اللي هي لي سبل التواصل من جديد مع ابن الحومة ديالو الأستاذ محكم بن اسماعيل. لكن قبل استضافة سي بن اسماعيل كان عرج على نقطة، وقبل ما يعني هذه حلقة قلت براحة عاد يكون خاص بهذه الذاكرة السينمائية، ومراكش يعني كتستضف هاد يعني الدورة 15 المهرجان الدولي للفيلم، فقلت لما لا يكون برنامج الحومة القديمة يتواصل مع نوستالجيا وذاكرة بعض القاعات السينمائية. لكن قبل ما نستضف المسامعكم أعزائي المستمعين سي بن اسماعيل سي محكم، كان عرج على نقطة وردت في حلقة الأسبوع اللي مضى خاصة بحديث ضيوف البرنامج عن الزاوية التجانية المتواجدة في حومة بالريمة، موضوع الحلقة الأربع الماضية من برنامج الحومة القديمة، ذلك وجوابا على ما جاء في عمود الأستاذ الجليل سيدريس أبايا بجريدة الأسبوع الصحفي العدد 862 لهذا الأسبوع الخميس 3 دجنبر 2015، بالضبط بالصفحة 23، فتحت عنوان التصوف بمراكش دعوة إلى التمسك بالكتابة والسنة. أنا قصدت يعني نذكر العنوان اللي ورد في العمود كما جاء على صفحة الجريدة. الأستاذ سي دريس أبايا يعني أشار يعني لما جاء عند ضيوف البرنامج بالضبط في الحلقة ديالت الأحد اللي مضى 29 نوفمبر سنة 2015، وهي الملاحظة اللي وردت في مكالمة هاتفية سبق الأستاذ أنه اتصل بي بعد نهاية الحلقة الثالثة من ذاكرة حومة بريمة ليوم الأحد 22 نوفمبر 2015. ما فاد الملاحظة الأولى اللي وردت في المكالمة ديال الأستاذ سيدريس أبايا، تكلم على حديثنا
حول الأستاذ مقدم الزاوية التيجانية السي يوسف الكنسوسي اللي هو مقدم ديال الزاوية ديال حومة المواسين. وبعد ما تحدث سي عمر نشاط حول سي يوسف كمقدم، إلا أن سي إدريس أبايا الأستاذ تحدث على أن سي يوسف لا علاقة له بالزاوية ديال المواسين، وأنه هو مندوب سابق لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. فأنا صلحت هذا الخطأ على اعتبار أنه سي إدريس أبايا اختلط عليه الأمر ما بين سي يوسف الكنسوسي وسي جعفر الكنسوسي المندوب السابق لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. فكانت هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية اللي وردت في المكالمة الهاتفية كملاحظة من عند الأستاذ سي إدريس أبايا، تحدث على أن حديثنا عن الزاوية التيجانية الثانية بمدينة مراكش على لسان سي عمر أنشط كانت في حديثنا هي الزاوية المتواجدة ببريمة، على اعتبار أن الزاوية الأولى كانت الزاوية ديال المواسين والزاوية الثانية هي الزاوية ديال بريمة، إلا أن الأستاذ سي إدريس أبايا يعني ألح على أنه الزاوية الثانية التيجانية في مدينة مراكش هي زاوية القصور، شيء اللي خلاني أنني نحمل التساؤلات ديالو لذوي الشأن القيمين على الزاوية التيجانية بمدينة مراكش. فكان معنا الضيف الأستاذ الجليل مقدم زاوية بريمة سي عبد الله النظيفين، مشكورا اللي حاول أنه يعطي أجوبة شافية. فكان محتوى أو بداية الحلقة اللي أمضت في الأسبوع الفارط، وعادين عود ندرج يعني بعد ما جاء في الكلام ديال الأستاذ سي عبد الله النظيفيين في حديثه على ترتيب الزوايا التيجانية بمدينة مراكش، فرتبوا كالآتي، وهذا ورد في مجموعة من المراجع العلمية الرصينة اللي وثقات لتاريخ الزوايا التيجانية. كيتحدث سي عبد الله النظيفيين على يعني زاوية المواسين، ثم جاءت الزاوية التيجانية بحومة بريمة، ثم الزاوية التيجانية بباب أيلان، ثم بحومة باب أحمر، وتأتي الزاوية اللي تحدث عنها الأستاذ سي إدريس أبايا في يعني الرتبة الخامسة المتواجدة بالقصور باب فتوح، الزاوية التيجانية النظيفية، ثم تأتي زاوية باب دكالة وهكذا. بطبيعة الحال سي عبد الله النظيفين ما تكلمش من فراغ، بل تكلم من خلال وثائق اللي ادلى بالبعض ديالها في الحصه اللي مضت. انا يعني عاده في يعني محاوله اصلاح هذا الخلط اللي عند الاستاذ الجليل واللي عاود كرره في العمود ب يعني الاسبوع الصحفي في العدد اللي فرت انا يعني العنوان ديالو قبل قليل. بين المراجع ديال الاستاذ سي عبد الله النظيفين تيتحدث على مؤلف الشيخ أحمد النظيفي المواهب اللطيفية بالصفحة 97، فيه إشارة على أن التأسيس ديال الزاوية ديال القصور باب فتوح كانت في سنة 1338 للهجرة 1919، وكذلك وثيقة أخرى كانت يعني تفضل بها الأستاذ يعني رسالة لسيدي الحسين اليفراني اللي يرسلها الفقراء يعني حومة بريمة في سنة 1325 اللي هي موافقة 1907، حيث يقول: من بزاوية بريمة بمدينة مراكش وفقكم الله وأعانكم. وبالتالي تنتحدثوا على فقراء زاوية بريمة في سنة 1907 من خلال هذه الرسالة. على أي يعني ما بيتش يعني ناخذ وقت وحيز يعني كبير من حلقات اليوم، لنا عودة أعزائي المستمعين للصحيح هذا يعني الحويجات اللي وقع فيها الأستاذ الجليل سي إدريس أبايا. يعني فقط يعني ما عاديش نتحدث على الأسلوب ولا صياغات الجمال ولا يعني الأخطاء المطبعية ولا واحد المجموعة من الأشياء اللي جات في العمود، نخليها إن شاء الله في حلقة أخرى. الأستاذ سي عبد الله النظيفين مستعد لأن يقارع حججه بحجج الأستاذ الجليل سي إدريس أبايا. أنا فتحت هذا القوس عادي نسدو على أمل أننا نعاودوا
نكملوه في حلقه اخرى بعد ما نطالعوا كذلك على العمود ديال هذا الاسبوع من انتاجات الاستاذ سيدريس ابايا اللي كنوجه له التحيه الكبيره. نرجع لموضوع قطب راحه هذه الجلسه واللي كنتمناها لكم، نتمنى من خلالها فرجه ممتعه مع هذا الشيخ سيدي محكم سي بن اسماعيل. اليكم هذا الحوار اللي جريته مع هذا الشيخ الذاكره. صباحك سعيد سي بن اسماعيل سي محكم، واهلا بك على اثير اذاعه مراكش. هذا الاستوديو هذا تذكرك بشي حاجه جاي ليه من قبل؟ قبل كنت ايامات المسرح. نعم ايامات المسرح سجلنا انا مع سي مصطفى قاد واحد الوقت. نعم وخدم معنا الله يجزيه بخير، ضحى معنا في شي تسجيلات وبالعاد حوايج يعني في المسرح، كانوا معنا في المستوى في المسرح. نعم هذا هو اللي كان يعني علاش تتكلم سي محكم. هذه يا سيدي تكون تقريبا 88 90 الهجي حتى ديك 2004. نعم وليت انقطعت ما نعم وليت انقطع الميدان رغم العاية ديالي رغم سميتو رغم الظروف اللي ما خلاتش، مع انه هو الميدان صعب ما كاين في الميدان هو المجال الفني والمسرح صعيب 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 وقاسيت فيه الكثير، وزياده على انه في البلاد انا كل اللي قلت لي بن اسماعيل راه كيعرف رومبو ديالي رومبو اللي قالها السي عبد المعاوي الله يذكره بخير، قال لك هذاك راه رومبو ديال المسرح في مراكش عندنا هذاك الاخ. نعم لكن شاف التضحيه شاف المجهودات اللي انه النوم ما كنشوفوش. نعم والله القسم ولادي ما كنقعدش معاهم ما كنجلسش معاهم. نعم الا ندخل بالليل نخرج مع الصباح، اللي مشى للمدرسه مشى، اللي ما مشى راه وانا ما كاينش كاع في هذا العالم. ايوا الحمد لله كان داكشي كله موفق. نعم وصلنا بها الحمد لله بهذيك اسمه شاركنا في حبه الولاء جوج الخطرات. نعم ايامات الحسن الثاني الله يرحمه رحمه الله يعني راه ماشي ساهل داكشي، وهذا وانا كنت نقول هذا الميدان بغاني ولو نخسر انا غادي نمشي. نعم وفعلا مشيت ولكن كنلقى الناس بجنبي ما الله يهديهم الله يهديهم. هذا الاحساس ديالك سي بن اسماعيل اللي تتكلم لي عليه وبهذه المراره في مجال ابو الفنون المسرح. نعم نحلق ونمشيو للسينما لانه نفس الاحساس اللي تيمكن يتورد عند ذهن اي مراكشي في الجيل ديالك وفي الجيل اللي بعد منك، مثلا في الجيل ديال سي جمال الدين وفي الجيل ديالنا اللي مشينا للسينمات لكن الان كنوقفوا على شي جوج سينمات او ثلاثه على ابعد تقدير اللي باقيين قابطين المشعل. كيف تتشوف انت دروك وانت تجولتي في العديد من القاعات السينمائيه بمدينه مراكش؟ بالنسبه للقاعات كلهم كي كانوا الوقت اللي عشنا فيها احنا السينما راه ما عرفتش كيفاش نتصور لك الحماس اللي كان. نعم. الجمهور اللي كان عرفتي كي كان شيء غريب. انت من الناس اللي دخلوا لمجال السينما وبديتي كبائع المناظر من عام وليتي تتستخلص الفلوس حتى وليتي تتدبر البرمجات حتى وليتي تدير الاداره بمعنى تسلقتي يعني واحد مجموعه مهام. مجموعه كل هذوك الدروج كلهم صعدت معاهم بوحده حتى وصلت للقمه الحمد لله. نعم وباقي ديما في القمه وبقاو الناس كيطلبوا لي شحال سينما نعسات ونوطيها وفيقتيها اقسم لك بالله ودخلت غوسات تماما. نعم ألقى لي مع السينما ديال الحمراء. نعم جاوا شي ناس كراو السينما ما عرفوش ليها، كانوا الناس غير ديال الفلوس الشكرة. هي الشكرة وهذا هو الدليل اللي خلى هذيك السينما باش تخدم الاخرى القاعه اللي مسقفه. نعم والله الا وجود ديالي. نعم كان هذاك الساعه لطيف مولاها كان هي تيكري اللي جات فيها لي الحمراء واحد الوقت جاوا شي ناس قبطوها صديقه جاوا لي منهم واحد المحجوب الله يرحمه كان في البلديه واحد الاوبيراتور حتى هو قال لهم نشوفوا السي بن اسماعيل يعاوننا وصافي. نعم فعلا جاو عندي للدار. الى سنة علاش نتكلموا؟ ما بين 86 87 دونك حتى لهنا حتى الاخر حتى الاخر ديالها كاع فاش سميتو. فعلا هذا الشيء اللي كان نيت اول مره البروغرام اللي جبت لهم في اول اسبوع الحمد لله كان جاب كان غريب جدا. نعم زعما الناس لا القاعه ولا الناس الحومه ولا كشي طاح لهم العجب. نعم جاتني مع واحد الفيلم تا هو ديال فريد شوقي تا هو كان وداع اسمه يا حبيب العمر لا الذاكره عندي شويه معليش دوك كان احسن فيلم واحد الوقت راه دار شي 8 شهور في السينما كوليزي في الرباط جا لهنا في الكوليزي دار شي شهرين. دونك تذكرتي الفيلم اسي مصطفى؟ تذكرت الفيلم اخويا هو هكذا الايام هكذا فريد شوقي. نعم كان دار واحد الجاره ما كتصورش وفعلا رغم انه داز هنا في الكوليزي وداز في مبروكه وجبتو للسينما الزهره
الزهرة كانت تدوي ديك الساعة تنقول احنا السينما الزهرة وما هي السينما الحمراء. الفيلم كذا كاين في عرس الحوتة. في عرس الحوتة ثلاثة الأسابيع اللي خدام السينما عمر قاعد ما لقاوش الناس. هذيك تما انفجر ديك السينما ناض هذاك الولد ولد عبد اللطيف مول السينما قال لي احنا ما باقيش كاريين. راه نسقفوا سينمتنا ونديروا هي رغم أنه مسقفة. يعني دخلوا عليها تحسينات جاولة وقدوها. لا كانت عريانة. كانت هي عريانة وكاينة أخرى مسقفة. نعم. جورة. نعم. كانوا كيديروا هي الكارزيان وداك الشيء واحد الوقت. نعم. ديك الساعات هما يلا قبطوا لا كابين دوروا لي زاباري لاصال اللي مسقفة وخدموا. لقات هكاك حتى وقفت الدروب. واللي غريب الان حيت تدوز من حداها تدوز حدا اطلال تيبقى فيك الحال تيبقى فيك الحال انه داك الشيء دوز تاعك السينما واحد الوقت كانت معروفه بالافلام المصريه هي مثل كلثوم افلام استعراضيه ام كلثوم ولا فريد ديك الوقت ديال اسمه يعني داك الشيء كان غريب كان الله الا في شي شكل بالله تيبقى فيك الحال انك كتشوف هذاك العجب ما كانش يتلا هذا البيدان لهذه الدرجه هذه ايوا نزيد شويه نقلقك شويه نمشيو من عرس الحوته ونمشيو للقصبه ما عمرك غيتقلدني يا سي انس ما عمرك غيتقلقني الاشاره القصبه كذلك موريتانيا القصبه كذلك يعني القصبه يعني تتكلم لك زعما على الحالات اللي شعلت ليها هذه القاعه السينمائيه القصبه سيدي تاهي حلينا في 60 الاول ديال 60 حلينا ديك السينما كانت حتى هي نفس المشكل كانت عريانه مختامين عاديين غاديين واحد الوقت بانوا شي جوج الافلام حتى هما اللي ضربوا القمه منهم واحد الفيلم هندي ديال ديال ديك ديكو داك شامي كابور منهم واحد الفيلم اخر بلا حتى نتساق لك عليه يعني طحنا العجب وديك الساعات اليهود كاع ما كيخرجوش من الملاح ما يقدرش يخرج من المدرسه كتلقاه تيجري يدخل لدارهم هذيك الوقت السينما كتخدم بالليل عندكم وكتخدم بالليل والله الا الملاح كله كيتكب عندنا كيهود حتى ولاو تيقولوا هذاك الممثل راه يهودي ماشي هندي والله الا وصلت لهذا الشهرة انه كيموتوا عليه هذوك الناس السينما كنا باغيين نخرج الفيلم على اسبوع حتى ندير به ثلاث اسابيع والسينما كتخدم بالليل نعم. وهذا اللي جعل السي بركات هذا الباترون باش نسقفوها نعم يعني كملنا ديك لا سيزون بدات الشتا كتصب خصكم وحنا خدامين رغم الشتا وحنا كنخدموا والله الا تيدخلوا الناس يضحكوا واحد البالكون تما والناس غاديين مفرجه في شي شكل قال لك خصنا مادام كانت هذه الرغبه لهذا الجمهور خصنا نسقفوها فعلا عطيناها عام ديال السقف نعم ديك الساعات تسقفات حليناها من تما مشات المسيره بهذيك موريتانيا لقاتني ديك الساعات انا بالخروج جاي من المدرسه جيت بقيت هزيت معاهم الكراسات حتى صدفناهم هي بات بالي لا بروجيكسيون ديك الساعات هي بان لي كرون شحال تبان في الصوره مده في سينما موريتانيا تما دوزت فيه شي 23 سنه دوزت تما 23 سنه ولكن هذاك السيد كان بحال الاب ديالي كان مدرسه حتى هو مدرسه كان عندي وصافي نعم. يعني رباني في شي شكل وهو ما غاديش يلقى بحالي واحد الوقت صرا شد يدي انا هكا شده وقال لك اقسم لك بالله تيقني ولا لا تيقني والله بيناتنا الا انت احسن لي من ولدي ولكن مجهود كبير كنت نعم نعم يعني تن السينما مرحبا راه انا وياه اللي سقفنا انا وياه بجوج ديال بركازوز انا وياه والله الا انا وياه سقفناها نعم كتجيب البنايه اليوم هذا خدم ما غدا يمشي هذا كيجي واحد اخر حنا يطلع لنا الحيط طلعناه رانا السقف تا هو جيب الحديد جاب ذوك البوسطات ديال السدور نعم جاب الدراري تيسوديو هذوك مي جارتهم بنهار وغادي زعما في شي صباح السينما مسقفه نعم يعني ماشي بلا والو داك الشيء غيطلع غير هو هذاك وصدقت السينما بخيره ذاك البالكو عمرنا بالتراب حتى طلعنا حتى هو هي كذلك حتى هي الان تندوز من حدا اطلال حتى هي اطلال صافي مشات سينما اخرى حتى هي في الطريق في المدينه الفتح حتى هي يعني هذيك ملي حلات غير الشراك اللي كانوا ما متفقينش اما حتى هما في الوقيته فاش حلوا كانت الامور مزيانه غاديه مزيان ايوا كاينين بعض شي اربعه الناس كلهم شركاء لا من سي تجاني ولا من هذه اربعه ولا الحاج حتى هو الله يرحمه اللي كان في باب الكلا ايوا الناس ما اتفقوش بعضهم بعض حيت الشركه كان الشركه وداك الشيء وهذا هو اللي خلاهم هما يسدوها قبال باقي الوقت مزيانه يعني تسدد بكري هذيك السينما نعم سدت بكري يعني الشركه ما قبل ما نمشي لك لسينما اخرى يعني كانت تتحقق واحد الارقام خياليه في المداخل واللي وقفت حتى هي هاد القاعات اللي الان مهجورين وواقفين نعم اش اللي مخلي يعني الحدود الان
باقين مرتاح يعني اللي بغى يجلس تما اللي بغى يرمي زبال اللي بغى يرمي كذا يعني كلهم هاد القاعات واش الوعاء العقاري ديالهم فيه شي مشاكل اللي خلى ما تمش البت فيهم تماما هادشي اللي كاين هو اللي كاين القاعات السينمائيه كلها يعني ما كيبيع لك الانسان سينما حتى كيبيع لك الكريمه الا اتفقتي عليها الا بغيتي الا ما كنتش متفق عليها راه ما دير معاه والو والناس كاين اللي يخدموا شي حوايج باش يخدموهم باش دوزوا ذاك البيع مثلا بحال نيت عندنا حنا في موريتانيا ملي كتجي تبغي تبني تيقول لك لا ما تبنيش السينما خصها تبقى سينما ولو ريبها كلها هبطها حتى لتحت ودير فيها غير 100 مقعد ولكن تكون سينما ومن بعد تما اللي بغيتي دير حمام ولا دير اللي عندك دير ها الريجون تبنات هذيك مشكلها مشكل ما رجعتش سينما الريجون مشكلها مشكل كان هذاك السي اسمه هو مولاها وكان مع السي بن كيران تقريبا فوق من 25 سنة هما في الدواء الراجل بغى سينمته ما باقي السكرها هذا زريكم نعم بت زريكم حميد هو مول السينما مول الارض ديال السينما الريجون الوقت مع ديك الدعوه وداك الشيء نهار هز بن كيران حوايجو من السينما الاخر قال لي عمرها ما تكون سينما ريب لي هذاك الشيء بقات هكاك هذا بت زريكم حميد نعم نهار تولى سينمته قال لي هو تريب انا ما باقيش نحمل نسمع سينما هنا ولكن باش يبنيها ما يمكن ليش خصو ضروري خصو ضروري ولو يدير سينمات دابا في السطات ولا في الدار البيضاء ولا مرات عندنا هنا السينما السعادة كانت هكاك راه كان فيها تقريبا ما يزيد على 700 كرسي للفوق اليوم مولاها ملي شافها ما سميتو قبط النص فيها استغلوا والما باقي تما راه داروا سكان وداروا سميتو كيف بالفعل والقار راحت تما احسن واخا سينما الريف هذه من السينمات في مراكش اللي يحسب لها ويقعد وجابت افلام كانت هي يحسب لها هذا جو ديال السينما الريف كان بوحدو الناس كانوا كيخدموا بالمعقول نعم وحنا تنتحدثوا الناس هذا الملتقى الدولي للفيلم بمدينه مراكش شحال من فنان هندي مشى زار تما لانه قال له بانه السينما ديال تخصص الهنود والكاراتيه راه تخصص الهنود وزيد الموزع في الدار البيضاء نفس اسمه هندي هكاك مولا ماشي مول السينما انما هذا موزع نعم ولكن هذاك الموزع الفيلم كيف كيدخل من الهند مثلا كيدوز لفرنسا للسوق مازال ما كيدخلش لهنا ياخذ الفيزا ديالو كتلقاه معلق في السينما الريف لافيش ديالو معلقه في السينما الريف ما معلقاش في المغرب كله يعني الفيلم كي تيجي ما كيدوش من الاسانسور مثلا حتى كيسبق لعندهم هما كاع وعادي باش يراقب وحيد ويحيد الفيزا ديالو ويعرف المسائل ديالو نعم هذا هو اللي خلى السينما الريف قابطه مزيان نعم هذوك الناس الهنود كانوا صحاح في الدار البيضاء كتقول امل فيلم راه هي القمه في الدار البيضاء كانت ديك الساعات كانوا بن كيران من المغربيين فيلم وصوت ديكون هادو كانوا ولكن هاد الهنود كانوا بلاوات السوق حطبو كان واحد سينيسون خوم تا هو شاندير تا هو كان ديك سينيسون كانوا قابطين شكون سونيسون سينيسون شركه ديال الافلام تا هي فيها مولاها هندي نيت توفى بقات مرتو ولكن مرتو مسكينه ما قاداش على تا هما راه وقفوا تيجيبوا الفلام من الهند يجيبوا الفلام من الهند ويدوزوهم المركز السينمائي تعطيك ديك المركز السينمائي ملي كيشوف الفيلم يمكن يعطيك واحد الفيزا ديال الاستغلال يا 4 سنين يا 10 سنين ولكن ملي كتقاد الفيزا خصو يوقف يوقف ماشي دائما لا كيعطيك واحد المده خصك توقف ما يمكنلكش تخدمو الا حصلتي تدي الواجب رغم انه راه شافو هو توافق عليه وافق عليه ولكن ديك المده اللي تيوقف كيتنسى واحد المده وتتعاود يدار كوبي اخرى جديده من جديد ويعاود يخرج ثاني بثمن جديد الا كان فيلم صحيح نعم وتعاود يخرج بثمن اقوى من ذاك الاول مثلا هكا تيوقع عليهم هذاك الموزعين نعم يعني الا كان ما بقيتش كعقلت كيفاش انا سمو الا وقف الفيلم وتعاود معناه عنده اقبال ملي كيكون عندي اقبال كتجي انت بالفرحه اللي تبغي تاخذه تيقول لك لا بدلا من 40% ولا 50% تيطلب لك اكثر من داك الشيء انت خصك انت بغيتي تخدم
نعم اعطيني انا مضمون ليا مضمون ثم القاعه ديالك تعرفها مضمونه نعم يعني كانت خاطرك تزيد واخ الريف هذا هو الريف اللي خلاها الريف اش اللي خليها من ضمن يعني السينمات اللي عندها مداخل قويه توقف حتى هي توقفات هذه سنوات ماشي كثيره بزاف الريف ما وقفهاش نعم اسيدي المدخول ديال القاعه ولا شي حاجه الريف ديما كانت خدامه وباقي غيتخدم دو مشاكل ديال الورثه حتى هما كان عندهم شي شكل تما ما عرفت شي مرا كانت حقها تما وكانت منظوم نعم. ليها وبقات تابعات حتى هي الدعوات نخرج داك الشيء راه في البلاصه وقف تبرق هذاك الشيء راه في البلاصه وقفات بات ما صبح لي قال هذاك هزوا عندنا فيلمكم هزوا هادشي طرقوا ايه وقفت حتى هي اصلا في البلاصه في البلاصه ما كاين لا شي اجال ولا 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 نهار جا سميتو وقف وهذيك السينما عار باش لا البنايه ديالها ولا الشكل ديالها لا 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 يعني دوزات حتى السهرات غير سينمائيه احسن قاعه اللي كدير لاروسيت في المغرب كله هي السينما الريف حنا كنا كنتلاقاو مع لي بروغراماتور بيناتنا في الدار البيضاء وكل واحد تيعاود يعطي تيجيب الشك ديالو كنشوف انت واو ولكن هذوك الناس كانوا خدامين سليكت كانوا الناس يخدموا كوت بصراحه بمعنى تقييد المدخول المدخول هو والمسائل ديالهم اداره مضبوطه كل حاجه في بلاصتها كل سميتو هذا هو اللي كان جميل في هذيك السينما الريف يعني تجي كاع مثلا الكوليزي تقول لي اعطيني هذاك الفيلم راني ندو لك شتي يقول لك خويا حتى ندوزو في الريف وندو لك هذا مولاه نعم ندوزو مثلا في قاعه اخرى اللي هي اسمه ونعطيك اما اش نعطيك انت الاول راه ما يمكن ليش وكانت هي مستغله هذا ولات الناس كتجي تتفرج اليوم كتشوف في مانوس ديال الفيلم الجاي في بالك في شكل اخر يعني خصك تبقى ساكن تما صافي وفعلا الناس ساكنين تما ساكنة عباد الله في السينما الريف ساكنين عاد واحد المجموعه من الفئات ديال الشباب اللي كانوا كي تنقولوا تيتمعشوا اللي تيمشي يشري ويعاود يبيع هذاك بوحدو هذاك ثاني كلام اخر يعني انا شفتو بعيني مارشي نوار نعم كانت واحد المجموعه من الشباب عايشه بهذاك الشيء بزاف 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 هنا كتكون شي حويجه بينك وبين سميتو يعني قبل ما يحل لاكيس كيعطيك واحد المجموعه 100 تذكره ولا 200 تيقول لك هذه نتاع البريمير سيري هذه الدوزيام سيري سير انت تيهوى تيمشي يسدي كاع لاكيس لانه تيعرفها مبيوعه ولو هي درهم في التذكره ولا سميتو راه حتى هو عنده لابار ديالو فيها وداك الشيء وكتمشي ديك الامور هكاك هذا هو اللي كيخليك كتجي انت ما خويا ما بقاتش لاكيس كاع مازال ما حليناه مثلا يا ولد تسنى انت تقول شري باش ما تروح العريض تدخل في حال كيتبان لك هذا هو اللي خلى الماشين ورتي يكثر ديك الساعات نعم. كتلقى السينما ما فيها كاع حتى 20 الناس وكتلقى 20 تيبيعوا الماشين وار على برا ولكن هو تابع الفرص كتجي من بعد نعم سي بن اسماعيل سي محكم نمشيو لسينما اخرى قاومت هذه الاشكالات اللي عرفتها السينما في هذه السنوات الاخيره ولا زالت مستمره بغيت شويه نرجعوا شويه للور تنتحدث على سينما مبروكه شويه التاريخ ديالها اظن على ما قيل لي وفي حدود معلوماتي كان مولاها يهودي هما اللي كان نعم. كانت عندهم مبروكه وكانت عنده الاطلس كانوا بجوج جاو بن حمو الياس بن حمو الياس بن حمو اللي كان هو مول السينمات بجوج نعم وعلى ما كنت انا كنعقل واحد الوقت كان قال لي تما كراج ديال الفخير وكان اسمه شي قبل ما تكون سينما اش هادي مبروكه ولا مبروكه هادي مبروكه الاطلس واحد الوقت كانوا قلت لك مخصصينها غير اللي يهد ديك الساعات نعم اليوم الاطلس اللي دخلت لها غيتلقى فيها فوق من 700 بلاصه ولكن راه جلس المقعد الا جلستي فيه راسك بحال جلست في جلاس يعني مزير هذاك الشيء مزير بزاف كان السي عربي كتبيه كان ولكن كانت السينما كانت تدخل كانت تخدم كانت تخدم مزيان كانت خدامه انا جربتها ولكن كليانها ولا فرجتها ولا سبحان الله يمشي شكل هذيك القاعه يعني حسبه غزاله 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 غير هي الظروف ديال السي العربي كشبيه اللي ماتوا وشويه حتى هو كان شويه الله يرحمه كان شويه قاسح هذا هو اللي خلى سي اسماعيل انا كنستحضر وقعت لي مع التجربه في هذاك السي كنستحضر واحد المساله يعني الان يعني كنتذكرها واكيد عاد يكون نعم. عاشها العديد من نعم. الرواد ديال نعم. السينما وهو في واحد الوقيته اللي تتبرمج انك تمشي للسينما
تتبقى تتفجج على القاعات وتتشوف الفيلم المزيان اللي ما مزيان يعني اسبوعين وتتعاود ثاني تمشي لسينما اخرى وتشوف على حسب الناس اللي مجموعه واش تدخل ولا ما تدخلش وتتبقى تتسول تقول لك لا راه فيه لاكسيون راه فيه الدبزه راه فيه كذا هاد الحويجات كلها هادو غتلقاهم تقريبا هادو كيوقعوا غير فشي بعد ثلاثه سينمات ولا اربعه في البلاد اما ما باقي كلشي راه كيجيب غير الفيلم اللي دازو نعم غير هي كانت الدعايه كانوا لي زافيش كتعلق مثلا بحال بفتوح كتعلق في طوال مبروكه كتعلق في سرميله كتعلق في الموقف يعني كاع هادو بابغومات كاع هادو كانوا لي طابلو تما كنعلقوا فيهم لي زافيش ولكن هنا ملي كتعلق انت كموريتانيا موريتانيا ما كتجيب غير الفيلم اللي داز خمسه الخطرات مثلا ولا اقل اربعه الخطرات كتشوف لافيش شايفو مثلا شايفو ولكن الخدمه اللي كانت عندنا حنا الصعوبه اللي كانت عندنا ولكن انا قبضتها بزاف هو انه ذاك الفيلم اللي شافه هو تدوز معاه فيلم اخر تدوز معاه فيلم اخر اللي ما شافوش كتحاول دير شي حاجه اللي فيها لاكسيون فيها هذا اللي بغات الوقت اللي هنا كيولي هذاك تيدوز هذاك نعم هذاك الفيلم اللي سميتو انت كومبليمون كيتسمى هو اللي كيدوز هذاك الفيلم دو باز هادشي تنتكلموا على الثلاثينات الاربعينات الخمسينات لا محال لا 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 ماشي غير الخمسينات الخمسينات بداية الخمسينات واخ امتى بغات تباع الملاك الحاليين الى عندك شي ما عرفتش نعطيك 26 سنة هكاك باش تكون باش خاض هاد السي بوجما باش ولات على حساب هاد السي بوجما سي ابو فراس ابو فراس سي بوجما 26 سنة 28 كاع الى في الرياضة هو الجد ديال نعم اش اللي خلى دروك مثلا مبروكه باقيه قابضه باقيه خدامه انت لا انت مبروكه ماشي هذيك هي خدامه وين كان راه سولت انا هاد اليامات قال لي بانه خدامين بالنظام الجديد الرقمي النيميريك الهضره ديال النيميريك ماشي الباندات اي عرفت هادشي اللي ولا خدام دابا في بزاف القاعات كاع ولا كلشي كيخدم بالنيميريك ساهله في الخدمه تجيب ساهله في الخدمه في كلشي بحال درت السي دي ديال السي دي وصافي كتهنا ما عرفت كتهنا من دابا حتى الكره حتى المسائل كلها هادشي باش يصدم مبروك الا كان شي ماتش الكره صحيح ولا لازم تعود كدوزو هذا كيجيب لها البشر اما السينما ماشي هي هاديك انا وزرتهم واحد المده تقريبا شي 3 شهور ديال واحد النهار بوكا كان فيلم مغربي تلقى القاعة والو ودير مثلا جوج خمسة تسعود علاش كاع هاد سميتو اللي ما تمكنش في هاد الحصة ورغم انه زعما السي بوجما غير مبروكة واحد التغيير ديال الغداء زعما راه خسر فيها خسروا في الاسم كاينين غير الاولاد اللي كاينين والله يرحمه الله يرحمه هو راه كان ديك الساعات كان هي داك السي حمد هو اللي كان عقلت عليه واحد السيد راه كان اوبيراتور هو نفس الندوه كان تيدير لاكاس هذاك هو اللي كان مدير ديال السينما واحد الوقت ولكن ملي مشى في حاله حتى هو ولا كاع داك الشيء نعس كاع مر الارض هاد الاستمراريه الى ما لا يعزى ذلك ديال مبروكه اخويا انا قلت لك دابا مبروكه راه قلت لك انا ما درتش هذا الحل هذا الناس راه عرفت انا قال لي انا تيبان لي الا رخصوا في الثمن وتعاون شويه حتى الدعايه بالنسبه للاعلان وهذا راه يقدر يوصل بنادم لاسمو انه خصني غير تندخلك اليوم وندخلك غدا وندخلك اسمو راه نقبضك الا قبضتك نعم الاثمنه هي الخيبه ديال الاثمنه وكندير عندي واحد النهار خاص بهذا الثمن او يومين خاصه بهذا الثمن نعم ونقبضها كاع انا حتى الاخير اسبوع ديال البرمجه مثلا الفيلم كيخدم من نهار الاربعاء للثلاث نقبض انا الاثنين والثلاث ندير لهم ثمن خاص عاده الاثنين والثلاث تيكونوا خاويين دابا راه ما ديال الضو ما ديال الخدام ما ديال ولكن الا درتي هادي تيبان لي انا ربما بيدخل 20 الناس غيدخل 150 ولا 200 الناس هذا اقتراح ديالك مثلا انا والله الا كيبان لي هكا راه الفكره اللي كون داروها راه والله تغطاتي وماشي وحنا ماشي هدفنا هو الربح اكثر ما هدفنا نملكوا البشر يدخلوا الناس بغينا الناس
نبقاو في مبروكه سي بن اسماعيل. نعم. هادو الافلام اللي تشهرت بها مبروكه واش كانت عندها شي خصوصيه بحال مثلا نقولوا الريف راه عندها الكاراتي والهندي ضروري؟ مبروكه الستيل الافلام اللي كان عندها. لا كانوا في العبارة افلام مصريه اللي كانت واحد الوقت طيار افلام مصريه بزاف يعني رشيده بحال حافظ يعني بزاف الافلام المصريه كانت تخدم، ولكن ملي كدير فيلم مصري ديك الوقت راه عرفتي الجمهور كيداير راه كتكون انت انك في عرس لا من العائلات ولا علاش تشوف انت هي ديك النهايه ديال الخروج ديال دوك الناس كيفاش جايبان ديك الخرجه. واه غريب غريب العائلات. نعم سيدي الناس متبرج تبدل هنا والقيامه عرفتي راه والله ما تجي شي عرس والله الا كانت السينما بالله بالفعل الناس كانوا تيلبسوا لباس لباسهم ماشي مشي للسينما ماشي مشي للسينما كيخصو يلبس مزيان ويكون في المستوى والله العظيم دروك ما بقاش داك الشيء مابقاش والله الا كتعشق شوف ديك النهايه ديال الخروج ديال الناس عاد ثم الجمهور شحال كثير كتحيا فيك ديك هاد الاحساس ديالك كنت شاركته معك في البرنامج ديال الحومه القديمه ديال الحومه ديال القصبه وتكلمتي لي على الخرجات الناس ديال 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 مرحبا ديال مرحبا وقع لي فيها مشكله هذيك السيد اللي بعد لما تفرقت معاه واحد لابوده السينما مات ما بقاش فيها والو. تصور نهار الجمعه كتكون لاروسيت جيت انا السينما دخلت فيها تلقى فيها مارشي 15 دري كتجري فيها تيجريو كيلعبوا الكره وسط القاعه خاويه وفعلا نوض انا ديك الوقت والله الا كانت الطلبيضه فيها نص نهار السبت هو اللي كانت سميتو انا كنجري بحال الحمق في الشارع والله الا كنجري برجليا من شركه لشركه كنجري باش ندرك البروغرام ديال الاربعاء الجاي خصني يكون عندي عائل يكون موجود وفعلا وهي بسيطه الامور غير بشي شويه تقباص شويه هذا شويه هذا شويه ضد ديكوري هذاك الشيء وكدي جاو الناس كيقولوا كيطرا والله العظيم الا صبحت نهار الاربعاء السينما الى القمه الفوق العجب كيف ترى ما عرفت سبحان الله العظيم ولكن كاين البرمجه كنقول لك دابا القضيه في البرمجه يعني ملي كتعيش هذاك الشيء اللي كيعيش ذاك الجمهور ما عمرك تاخذ منه شي حاجه خاصك تكون انت في بلاصه الجمهور كتعيش مع الجمهور هذاك الشيء اللي كيبغي تم جلسهم كتصنت ليهم كتضرب هنا كتباع عاد تما واحد عندي واحد السر كان عندي انا واحد الوقيته ديك الساعات كندير الافلام في 6 ايام باش ندفعوا للدار البيضاء يعني كيجيو الافلام في 6 ايام اي فيلم خرجتو كدير لها كتشوف الفيلم كتعرف الشركه بعدا منين هو جاي كتعرف اش سميت السينما كتعرف الفيلم شكون هو هادشي تيكون مكتوب في التيكي انا كنت نلعب على هذيك اللعب هذيك يعني نمشي للدار البيضاء بلا ما يقول لي شي حد الفيلم الفلاني عند فلان كنمشي ليه ديريكت وانا ضمن 6 ايام واحد الوقت نعم انا كنت هادشي كنسجلو واحد الوقت كان المنشي هو اللي كيدير البرمجه كيقول لي صاوب لي البروغراماسيون كنعطيه ليست من هاد الشركه وليست من هاد الشركه وليست من هاد الشركه كنجمع ليه كلشي داكشي تيمشي هو لعندهم داق السلام عليكم عطيوني وبين عطيوك هادو حنا يلاه البارح داز فاسميتو لا خصك تخليه حتى للتاريخ الفلاني راه باقي بغيت ندوز في الصاله الفلانيه وفي الصاله الفلانيه عاد ممكن نعطيو هذيك كنقول لي غير برمجو واخا عطيوك انت الرابع المهم خذ التاريخ اللي عندك وفعلا التاريخ ديالو كيبقى نجيبو حنا داك لافيش جابو هذاك عادي كنجيب انا فيش كبيره مثلا كنعاود نحلق عليه هنا وهنا وهنا حسيت تيولي لي تيزافيش تجيبهم من المركز السينمائي المغربي لا من الموزع هو لي فوتو وداك الشيء كلشي فيلم اناونس داك الشيء كيجي من الموزع يعني كل سينما راه كيعطيها واحد القطر ديالها اللي لافيش اللي كتبغي مول جوج فيشات مول خمسه مول عشره يعني كيكون عندهم ولي زافيش اللي تيتداروا في المحلات كي قلنا المحلات ديال في الموق في باب فتوح كتخلص كتجيبهم معاك كتجيبهم لا هما اسبوعيا اللي كيبقى عندك مثلا النهار يخدم في هاد الاربعاء الاربعه اللي فات كيصيفطوا لك هذوك لي زافيش كيصيفطوا لك التصاور كيصيفطوا لك الفيلم مانوز وتتخلص عليهم هذوك ما كتخلصهمش لا لي زافيش كتخلصهم الفيلم مانوز هذيك تابعه للفيلم نعم لانه كدير الدعايه الاسبوع الجاي ملي كنكون انا كنتفرج في هذا العرض كنشوف الفيلم ديال المستقبل نعم هذيك تسمى فيلم مانوز كتشوف المستقبل باش هي باش تجي ليه سي بن اسماعيل كذلك هذه واحد 30 ان لم اقل اكثر من 30 سنه كان الى جانب الفيلم الرئيسي والانونس ديال الفيلم الاسبوع المقبل كانت تكون واحد النشره ديال الاخبار هذوك الانباء المغربيه نعم ضروري واحد النشره
كانت تكون نشطه في العديد من القاعات السينمائيه. كانت الانديه المغربيه كنا كنعجبك ملزومه عليه فاش تدوزها. نعم. وإلا ما دوزتي راه كتخلص على سي سام، كانت تجي هي من الرباط هذيك، تجي من مركز السينما المغربي. نعم. خصك وحتى هي فيها عندنا البريمير ديزيون، عندنا فيها الدوزيام ديزيون. بمعنى؟ والتروازيام ديزيون، يعني مثلا دوزها مبروكة هذا الأسبوع نخليوها حنا حتى الأسبوع الثاني عاد نقبطوها، إلا ما نقبطوها من السي ولا نقبطوها من فاس ولا نقبطوها كيصيفطوها لنا ديك الساعات. حنا عندنا الدوزيام، كاين اللي عنده التروازيام حتى هما في هذاك ديال الأنباء. لكن أنت إلا كتحقق لك واحد الباب كيتفتح. تبان الانباء المصوره المغربيه ديك الساعه زاد. وني الاخبار الوطنيه، الاخبار السياسيه. السياسيه غير الوطنيه. نعم. ما فيها شي حاجه برا ما كايناش، لا غير الوطنيه. يعني تابعه للمغربيه. واخا كان بالامكان المركز. شهر حتى هو. نعم. شهر حتى هو كنا كندوز هذاك هذوك تيعطيونا تيخلصونا عليه واحد جوج فرانك تيعطيونا لوبيراتور اللي كاين. مالين الاشهار. الاشهار هذوك تدوز لي انت هذاك شوي كيك ديك ما كاملاش دقيقه كاع. يصيفطها لك هو من عنده، هو يخلصها باش يصيفطها هو باش ترجع ليه هو تيخلص داك الشيء. المهم كدوز عليه وتي واحد الوقت كيرش عليك شي حاجه بسيطه وصافي زعما راه دوزتي ليه. اما الانباء المغربيه مفروضه عندنا ديك الساعات، كانت مفروضه ما يمكنش تدوز الفيلم ما تدوزهاش. يعني كنا كنهربوا من اسمه. ايوا دابا ملي ولاو جوج فلام وسميتو ولات لون ميتراج بزاف ما بقاش. المده الزمنيه طويله. المده الزمنيه طويله بزاف. ديك الساعات كان فيلم واحد واحد الوقت. دروك هذا باش جوج فلام ما يمكنلكش باش ديرها في الوسط ولا ديرها في البدايه ولا ما يعني بزاف تاخذ الوقت. نعم. الوقت ولا تعيدها كاع مره ولا اصبح اليوم احسن من هذاك الشيء كاع ولا تيشوف الناس الاخبار. نعم. ولا التلفزيون ولا ولا بزاف. لا سونسور اللي كانت تكون في الافلام القطيع تيكون القطاع من المركز السينمائي المغربي وانتم تتعاودوا ديروا قطاع اخر ولا فقط القطاع اللي كان في المركز السينمائي المغربي؟ باش تكتبت بالسماء سي مسمع. كاينه تاع القطيع فيها حويجات. هو الفيلم كي كيجي في الحقيقه النهار الاول كيقبط الموزع، كيجي في اسم الموزع. الموزع كيقبط الفيلم ديالو كيجيبو للشركه عنده. هو في الشركه عنده دي زاباري، يعني كيدوز الفيلم عنده دي زاباري في الشركه. نعم. يعني قاعه صغيره بحال هكا، واحد الكرون تما، واحد ثلاثه كرات ولا اربعه. طابل دو مونتاج. مونتاج هذيك بوحدها. بوحدها وهذيك ثاني بوحدها. هذيك المهم يعني كاينه كاميرا كدوز ديك الفيلم. هنا كيشوف الفيلم اللي شرا الموزع. الموزع ديال البدايه ديالو فاش كيشوف الفيلم تيتبعو من البدايه حتى النهايه. نعم. هذا الا كان طولانطي كاينين دي تخوك اللي ما خصهمش يبانو. نعم. يضربهم بالمقص. يعني حتى تقول لي يضربهم بالمقص بمعناه هو تيكون هو اللي عنده ديك الصلاحيه ديال يحيد اللي بغى. يحيد اللي بغى ويجي اللي بغى ديالو هذاك ديالو. ولكن راه اللي كنت تدي للسانسور ما يقبلوليكش. نعم. غادي يخطر لي يحيد لك هذا الفيلم كاع يقول لك هذا ما دايش. وعلاه مثلا على الشريط الباندا جات بلا ما يشوفها الرقيب. لا احنا عاد بين تشوف هذا الرقيب. اه نعم. كتشريها انت كموزع كتشريها كتجيبها لعندك كتشوفها كتعطي هذا الرقابه باش تسمح لك تعطيك الفيزا. الفيزا باش تمشي. فهمتي؟ نعم. هنا كاين شي بلاوات الحاجه اللي عرف ويحس فيها فيها الرقيب تيحيدها. تيحيدها نعم. تيقطعها ويعاود يرد للبلاصه ويجمع هذاك الشيء ويديه لاسانسور. لاسانسور كتقول لها الفيزا ديالك. الوقت اللي كيتاخذ الفيزا ديالو كيجي يرد. يرد الطرف اللي حيدك. الطرف هذاك تيرد لبلاصته. نعم. على قبلش هذو قابلنا في شي افلام كان هذاك الشيء ديال السكس. نعم. الهضره كان كنا كنحيدو ذوك المشاهد اللي كان فيهم سميتو كنحيدو فيهم مشاهد اباحيه. اباحيه ما خصهاش تدوز وما تبلوها لكش هما في الرقبه. نعم. من بعد كتجيبها انت كتردها. نعم. ملي كتحط ذاك الفيلم فسميتو كيدير تيدير سكسي عجب. اه فيه 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 باخ كتولي تخدم كيف بغيتي. نعم نعم. هذو هما الحوايج اللي كان اللي كانوا في تيتو. وكانت عندكم الامكانيات تدفعوا تعاودوا تسيني بزاف. ايوه خدمت لوبيراتور هذيك. نعم. خدمت لوبيراتور. وإن كان يعني في مجموعة كبيرة من القاعات السينمائية وهذه حسب المشاهدات ديالي. نعم. كتحس بأنه كاينة قطعة قدامك تكون تتفرج حتى السياق العام في المشهد تيمشي تيطير ولا فكرة ولا الفكرة كلها مشات ولا في وسط المشهد تتشيك ديك القطعة. واش من الباندات واش من تلات الباندات؟ الباندات كان واحد الوقت الباندا كانت واحد الوقت رهيفة بزاف. أما اليوم سمعت باندا ربيها كاع ما عرفتي ما بغيتي ما بقاش داك الشيء. وهنا إلا كان لي زاباري مضروك الحمد لله ما بقاش داك الشيء.
كان لي زاباري واحد الوقت راه كتربيهم يعني الا ما كنتش على بالك اوبيراتور يقدر يتجر لك الفيلم من الصفي كله يمشي لك يتشرك كله وما تجي الخبر وهو غادي تطحن ولكن الا ما عرفتيش الاولها يقدر يمشي لك طرف من الفيلم لازم حنا تكوني شي شريطه من سميتو كدير في داك البينيون كتدخل في تشرقو خصك انت ديك الساعه توقف. وبهذا أعزائي المستمعين كنجيو لنهاية فقرة حلقة اليوم. هذا أنس الملحوني كان في الإعداد والتقديم كيحييكم، لكم مني كل الحب، إلى اللقاء. الحومة القديمة حومة الرجال والنساء الخيار، الحومة القديمة حومة الناس الشعبيين البرار. هذه حومة اشتهرت بعلمائها، هذه حومة تكلموا عليها الفقهاء ديالها، وهذه حومة دع صيتها بالفنانين اللي برزوا فيها. الحومة القديمة ذكريات وعبر ومعاني مع أنس الملحوم. يا مراكش.